اكتوبر انا عايزه القادم ان شاء اسال الله. بقى انا شخصيا عن ال 24024 قطعه ارض، وكمان ايوه كراسات الشروط او صاحب كراسات الشروط الخاصه بيها، وعايزين نفهم اكتر. يعني ده في مشروع حضرتك سكن بتقول ان مصر؟ في لا دي اقبال. اراضي. لا ده اراضي. خلينا نفهم من حضرتك. احنا زي ما بنعمل شقق سكنيه تناسب مختلف شرائح الدخل، اولها مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، ثم بعد كده بيجي مشروع سكن مصر اللي هو مساحته اكبر شويه 115 متر غير 90 متر بتاع الاسكان الاجتماعي، ومش مرتبط بدعم ومش مرتبط بشروط حاكمه عشان لان ما فيهوش دعم. وبيجي بعده دار مصر الاسكان المتوسط اللي مساحته بتوصل ل 150 متر في كومباوند سكني مغلق. وبندي بعد ده كله بقى الفاخر بقى اللي عايز يسكن في حاجه فاخره، عندنا وحدات بتاعتنا بتاعت الرحاب ومدينتي بنبيعها للمواطنين من حصه الوزاره. استثمار بقى نفس الطريقه دي بقى بننفذها في الاراضي. بنطرح اراضي من اول 209 متر قطعه صغيره لحد 1500 متر، اللي عايز ياخد قطعه صغيره يبني فيها شقه صغيره هو وصاحبه او هو وصديقه او هو وقريبه يبنوا، اهلا وسهلا، بندي له قطعه صغيره. وده بقى المحدود الدخل، ودي اللي بتطبق عليها دي الارض المتر فيها مدعوم وبنطبق عليها شروط الاسكان الاجتماعي. بيجي بعدها طب نقول الاسعار ولا مش هينفع؟ لا الاسعار ما فيش سعر اعتقد وصل عشان لاعلى حاجه بس. لاعلى حاجه في الاسعار في اعتقد في مدينه العبور المطروحه المره دي 1100 جنيه تقريبا اللي هو في في الاسعار القطع الصغيره دي. 1100 جنيه المتر. بيجي بعدها ايوه بيجي بعدها القطع اكبر شويه بنسميها الاراضي المتميزه بقى بتوصل لغايه 500 متر، وديت مترها ممكن متراوح بين 1500 جنيه وحتى 2000 2200 حاجه زي كده. بيجي بعدها بقى المواطن القادر برضو ليه حق عندي، حق عندي بقى ايه؟ ان انا اوفر له الخدمه بس بسعرها الحقيقي. اللي عايز ياخد 1500 متر بقى هيعمل فيلا ويعمل حمام سباحه على عيني وراسي، بس هياخد المتر بسعره الحقيقي اللي هو سعر السوقي، وباخد عائد ده كله ابني بيه وحدات لمحدود الدخل، ودي اعتقد تطبيق حقيقي لمبدأ العدالة الاجتماعية.